دم قلبي وانفاسه. الحكم الثالث تعال ايوه بس روح. اسد. يلا طير الحين، اجي اسد وجهك. ايه ليش ما كنت احكمك من زمان؟ شكله سحب عليا، شكله قردني. على بالك الشيء، شكله ضحك. تقدير وبعد ايه كامراي كامراي حكمي بنات اظن ايه شكله من بناتك اللي كانت ورطتك وحده من بناتك يا ايهاب. شاهد السرعه الصدام. القبحيه. لا لحظه نجيب جارح. عالصدام. بدي احكي، بدي اسد يا ربعي. جولة ولا جولتين؟ جولة ولا جولتين؟ بسرعة. ولا قرري، جولة ولا جولتين؟ بدي اسدي. ايه التكبيس راح والله. طيب يلا خلي بس يدخل. ها راح اموره تمام يا رب. والله التكبيس راح. الله يعديني اياك. يا جماعة بليز خلي الأسد ينام عند اليوم. يا رب لا تروح، يا رب لا تروح. ما حد ياخذ لي أسدي. انا بوريك. والله راحت. انا اسف اللي كبس، والله قربنا مليون مليون لايف في الاخير سكر، بس حكم شو اسوي؟ يا جماعة لا الجارح والله انه كفى ووفى، والله لا حد يمنشن الجارح، والله انه لا وفى كفى ووفى. الله يسعده لا حد والله، ما لا حد يحرج احد، نفوز دائما ما بتكبيس. يقصر، والله دائما ما يقصر. هي اخر جولة هاي، يا نثبت جدارتنا يا نعم. يا جماعة لا أسدي يرجع لي. يا جماعة احموا أسدي. بدي الأسد أنا حر. كبسوا يا ربعي. أسرع دين لا تروح. يا جماعة كبسوا بنات، لا أصيدكم، ترى راح ياخذ لي أسدي ويجوز اليوم ما أنام الليل. بدي حر أنا. ليش تاخذ أسودي؟ يا ربعي لا تروح. اطلب لك معي بيتزا ولا اطلب لك بيتزا؟ اذا خسرت راح تيجي تدز اسد ثاني. يا ربع تكفون، يا ربع تكفون لا تروح. نظل قضيها رايح جاي.